أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة النقاشية. ينضم إلينا دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدكتور أو للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار أرحب بك على شاشتي أونلايف. من التقرب إلى إيران وتركيا وشراء أسلحة من دول عظمى لشراء تعاطفها ثم التزلف إلى اللوبي اليهودي، كيف ترى مكافلية السياسة الخارجية القطرية؟ صحيح، أنت تطرح سؤال في غاية الأهمية في بداية هذه الحلقة، وهي مرتبطة بعلاقة قطر تحديدا بإسرائيل. خلينا أقول لك نقطة مهمة جدا، أنه علاقة قطر بإسرائيل ليست وليدة اليوم، هي بدأت سنة 1996 تحديدا، و2009 يعني في تقارير تحدثت عن زيارة أمير قطر إلى إسرائيل، وهناك القناة الإسرائيلية الأولى اللي أذاعت تقرير في وقت سابق بأن هناك علاقة حميمة بين الشيخة موزة وبين تسيفي ليفني وزير خارجية إسرائيل السابقة، ناهيك عن وثائق أصدرتها ويكيليكس، منهم خمس وثائق تتحدث عن خصوصية علاقة قطر بإسرائيل على وجه الخصوص. وأنا لو أنا نطيت لك في أكثر من شيء، وصلت إلى أخطر شيء من وجهة نظري، أن قطر تعاقدت مع الموساد والشباك وأمان بغرض تكليف إحدى الشركات الإسرائيلية بحفظ الأمن والأمان أثناء تنظيم قطر لمباريات كأس العالم 2022 مقابل 2 مليار دولار و5% عمولة على التذاكر اللي هتبيعها قطر للجمهور اللي هيروح لمباريات كأس العالم. فهي العلاقة ليست وليدة اليوم، هي علاقة بدأت من 96 تحديدا، وهم الاثنين مشتركين في اتفاقية الجات، ومعروف ان اتفاقية الجات بتمنع وجود مشاكل ما بين الدول الموجود داخل هذه الاتفاقية، فهي ليست علاقة حديثة، هي علاقة قديمة الحقيقة. مرحلة نتحدث عن هي ولداني أنفحت الإرهاب كانت قد دعت في بيانها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بما وصف بمعالجة الأخطاء المنهجية والإجرائية في تقرير المفوضية. دعنا نتحدث قليلا عن نطاق عمل هذه المفوضية، وهل هي أصلا مخولة للحديث عن العلاقات ما بين الدول، أم أن نطاق عملها ينحصر فقط في رصد أي انتهاكات لها علاقة بحقوق الإنسان داخل البلد؟ صحيح، سؤال مهم جدا. وأنت تتحدث عن المفوضية الخاصة بحقوق الإنسان، هي معنية بهذا المبدأ تحديدا، وهي بدرجة أو بأخرى تراقب أداء الدول الموجودة داخل منظمة الأمم المتحدة وخارج إطار منظمة الأمم المتحدة بمعايير وضعتها لمسألة حقوق الإنسان. أما التصدي لمسألة قطر وعلاقتها بالدول الأربع ومسألة المقاطعة، أنا شايف من وجهة نظري وكثير جدا من المراقبين إن ده شكل من أشكال التزايد، بس في هذا الإطار ما تفصلش ده عن خصوصية علاقة قطر بالولايات المتحدة الأمريكية. وإحنا يعني من الممكن أن يطول حديثنا الحوار الاستراتيجي اللي من خلاله زار وزير الدفاع وزير الدولة، هو حديث مزعج صادر من المتحدة في سياق مصادفة البحتة أن هناك وفد من كبار القوم الداعمين للصهيونية المبادئ الصهيونية وأيضا الداعمين لبناء المستوطنات، وفي نفس التوقيت الزمني هناك بيان أو هناك تقرير صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي حضرتك وصفتها بأنها ليست ذات اختصاص أصلا. صحيح، وده كلام مظبوط، لكن انا مش ما اقدرش افصل لك هذا التقرير عن الحوار الاستراتيجي اللي بيدور داخل الولايات المتحده الامريكيه بين وزراء الدفاع والخارجيه من كلا الدولتين، وما اقدرش افصل لك ده عن خصوصيه العلاقه القطريه الاسرائيليه. وانا اشرت معاك الى محطات مهمه جدا فيها، اخرها التعاقد اللي ابرمته قطر مع ثلاث هيئات مخابراتية داخل إسرائيل تحديدا لتكليف إحدى الشركات الإسرائيلية بتوفير الحماية للضيوف الموجودين في كأس العالم في 2022 والمبلغ المالي، ناهيك عن الوثائق اللي أصدرتها ويكيليكس.
فأنت لما بتتحدث عن هذه الخصوصية مع هذه الزيارة مع الحوار الاستراتيجي اللي بيدور ما بين قطر وما بين الولايات المتحدة الأمريكية مع التقرير اللي صادر من المفوضية الأممية الخاصة بحقوق الإنسان، أنا متصور أن هناك ربط يعني، وهناك سياق إلى حد كبير جدا واضح بأن قطر يعني عزمت النية عن الخروج من المنظومة العربية وذهبت طوعا أو كرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بعد أن أبرمت أو عززت اتفاقية الدفاع المشترك بينها وبين تركيا وعززت العلاقات التجارية بينها وبين إيران. وأنا متصور أن دي مسألة خطيرة وليست سهلة بالنسبة للأمن القومي العربي. سؤال دكتور، وفقا لما سمعناه في التقرير منذ قليل، مالكوم هونلاين وهو نائب الرئيس التنفيذي للأمة اليهودية، أيضا الحاخام مناحيم جيناك رئيس اتحاد اليهود الأرثوذكس، ومارتن أولناير وهو رئيس منظمة الصهيونيون المتدينون في أمريكا وغيرهم كثيرون تم دعوتهم من قبل الأمير تميم بن حمد لزيارة قطر. العامل المشترك ما بينهم هو تأييدهم لبناء المستوطنات. هذه الزيارة هذا أطمنهم الذين يتشدقون ليل نهار بحمايتهم والدفاع عن القدس كعاصمة لفلسطين وعن حقوق الفلسطينيين المشروعة. يعني شوف، يعني علاقة قطر بالكيان الصهيوني بجانب علاقة قطر بالولايات المتحدة الأمريكية وحقيقة الوجود الإسرائيلي في العالم العربي يعني، وزيارة نتنياهو إلى روسيا تحديدا مع زعماء المخابرات أو رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية، ده كله يأتي في سياق أنه الأمن القومي العربي أصبح بدرجة أو بأخرى مكشوف أمام العالم الخارجي، وبدرجة أو بأخرى وصلنا إلى مرحلة خطر. دعوة أمير قطر لرؤساء المنظمات الصهيونية إلى قطر تأتي في سياق خصوصية العلاقة اللي احنا أشرنا إلى أجزاء منها اللي بدأت سنة 1996، وتبرير ده بالنسبة لقطر مسانداتها للقضية الفلسطينية أو الحديث يعني أو مهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ده شكل من أشكال الالتباس. وخلينا أقول لك هناك خلل في علاقة الولايات المتحدة الأمريكية ليس بالجانب القطري فقط، ولكن هناك خلل في علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالجانب العربي بالمجمل، لأن وضع الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا التغلغل وخطف دول عربية دولة بعد أخرى لترتمي في أحضان الولايات المتحدة الأمريكية مسألة الحقيقة محتاجة يعني بحث ودراية، ومحتاجة بدرجة أو بأخرى نقف عندها لنبحث آليات الأمن القومي العربي وخطورة ما تم من خلاله طوال السنوات السابقة، وقطر إلى حد كبير جدا جزء في هذا الخلل الموجود في الأمن القومي العربي. دكتور مختار، لعل يعني السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا، ما هو المقابل الذي يتعين على الحكومة القطرية أن تقوم بدفعه في هذا المقابل؟ لا، مقابل مالي. يعني انت عندما تتحدث عن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالعالم العربي او علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالخليج خصوصا، هناك 8 قواعد عسكرية أمريكية موجودة في منطقة الخليج، من ضمنها قاعدة العيديت، وهي قاعدة الى حد كبير جدا مهمة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك 7 قواعد عسكرية أمريكية اخرى، وهناك شكل من اشكال الوصاية او الولاية للولايات المتحدة الأمريكية على المال العربي يعني او المال رغبت في توسيع هذه القاعدة، قاعدة العديد العسكرية الأمريكية. هي بدرجة أو بأخرى سياق هذا الحديث بجانب ما أشرنا إليه بجانب الحوار الاستراتيجي اللي بين قطر وبين الولايات المتحدة الأمريكية تديك إجابة واحدة، قطر الآن أصبحت في يد الولايات المتحدة الأمريكية، والتصريح الصادر من تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تضمن الحماية وسيادة قطر وحفظ أمنها، خلي بالك أنه ده تصريح خطير لم يصدر من الولايات المتحدة الأمريكية إلا في حق إسرائيل. يعني الدولة الوحيدة للولايات المتحدة الأمريكية اللي بتضمن حفظ أمنها أو بتضمن سيادتها أو بتوفر لها غطاء نوويا لحفظ أمنها هي إسرائيل، تاني دولة بعد تقريبا في منظومة العالمية بالمجمل اللي تحدث عنها تيلرسون وتحدثت عنها الولايات المتحدة الأمريكية هي قطر،
وبهذا الحديث من وجهة نظري وأنا أراقبه بشدة، يعني أرى أنه ربما تكون قطر خرجت من منظومة الأمن القومي العربي، ودي مسألة الحقيقة إلى حد كبير جدا خطيرة للغاية، وواجب على العالم العربي ومنظومة جامعة الدول العربية أن تبحث هذه الآليات وتبحث هذا التغلغل المخيف للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في الجانب العربي. ناهيك عن 24 ضربة وجهتها إسرائيل إلى داخل الساحة السورية منذ 2013 حتى هذا التاريخ، وإلى حد كبير جدا لم يتحرك أحد ساكنا في هذا النطاق. فأمور كثيرة جدا الحقيقة ملتبسة، وهناك خلل إلى حد كبير جدا في العلاقات بشأنها. نعم، تصريح خطير جدا من السلطة القطرية عندما قالت نحن لا ندعم حماس. السؤال هنا، هل تم بيع حماس لاسترضاء أو لشراء الرضا الأمريكي؟ وارد. يعني انت بتتحدث عن شكل من اشكال التراجيديا في هذه العلاقات، او شكل من اشكال الدراما في هذه العلاقات. كيف نتحدث عن الدولة الفلسطينية، وكيف نهاجم الولايات المتحدة الأمريكية على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، ثم لا شفنا استدعاء لسفير، ولا شفنا مذكرات احتجاج قدمت، ولا شفنا إلى حد كبير جدا تجميد لهذه العلاقات، وفي نفس الوقت بدرجة أو بأخرى نرى يعني هذه العلاقة الملتبسة وحديث قطر عن علاقتها بحماس، استرضاء للولايات المتحدة الأمريكية ربما، استرضاء لإسرائيل ربما. رأت الحماية تأتي من خلال إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في سياق المقاطعة مع الدول الأربع، وإلى حد كبير جدا كما أشرت إليها مسألة خطيرة. وما قبل ذلك خصوصية العلاقة مع إيران وحجم التغلغل الإيراني كلنا ندركه وكلنا نعرفه إلى حد كبير جدا مخيف، ويكفي خطف إيران لأربع عواصم عربية ثم أضيفت إليها الدوحة. واجب علينا في العالم العربي الحقيقة أن يكون لنا موقف من مثل هذه الأمور، وأن نبحث آليات خاصة لحفظ هذا الأمن القومي اللي إلى حد كبير جدا أصبح في يعني الشتات، والعالم العربي الحقيقة يعيش في حالة أعتقد من الأحضان الإيرانية إلى الأحضان الأمريكية، يعني أعتقد هي الغاية تبرر الوسيلة في أبهى صورها. دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا في هذه الحلقة النقاشية. إذن مشاهدينا، حلقة